كم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا بهاد العمارة، جينا نشوفوا واحد لابارتمون في الايطاج السادس، وريفيرونسي لهاد لابارتمون هو اللي كتشوفوه على الشاشة. هاد العمارة جات في اقامات بالبشير المجاهدين، اقامات بالبشير اللي معروف عليهم انهم قرابين المسنانة، قرابين لروم بوينت ديال الاطلس، قريبين لمعمل دكوكا، قريبين للفالفلوري. يعني هاد الابارتمون راه جات قريبه للمدينه. كيف ما قلت لكم هاد الابارتمون فيها 89 متر، جات في الايطاج السادس كما كتشوفوا. وسط الايطاج هو هذا، وهاد العماره راه فيها جوج ديال لي اسانسور. اسانسور الاولاني هو هذا، وعاد كاين الاساسور الثاني من جهه اخرى. كما كتشوفوا كيخلصوا واجبات السانديك 100 درهم في الشهر، فيها الواجبات ديال الاسانسور، المانتونس ديال الاسانسور كل شهر، وفيها الواجبات ديال فام دو ميناج. هنا كنلقاو الدروج الثانويين الخاصين بالعماره، وكيف ما قلت لكم هاد العماره راه فيها جوج ديال المصاعد. اسانسور ثاني هو هذا، ودابا ندخلوا على بركه الله باش نشوفوا الابارتمون ديالنا اللي هي هذه. كيف ما قلت لكم جات في الايطاج السادس، والعماره كامله فيها 6 ديال لي زيطاج. كيف ما شفتوا كنلقاو باب الحديد وباب الخشب، ومع الدخله كنلقاو الكوزينه الخاصه بالابارتمون هي هذه، الوسعيه ديالها هي هذه، السقف ديالها هو هذا. كيفاش عامل كما كتشوفوا هذا الابارتمون راه كتباع بالفراش ديالها، وكيف ما كتشوفوا الكوزينه راه دايره بالبلاكارات ديال الالومنيوم والخشب من تحت اللورنيه، وعاد كاينين فوق اللورنيه. يعني كوزينه كامله دايره بلاكارات كيف ما كتلاحظوا. وهنا كنلقاو البوطه والفران خاص بالكوزينه، وهذه هي الكوزينه الخاصه بالابارتمون اللي كيف ما كتشوفوا راها ضاويه تبارك الله، فيها هاد الطاقه ديال الزاج بالشبيك. ودابا نخرجوا باش نشوفوا الكماله ديال الابارتمون ديالنا اللي كيف ما قلت لكم جات اقامات بالبشير المجاهدين. هنا كنلقاو الصاله الخاصه بالابارتمون هي هذه، السقف ديالها هو هذا. كيفاش عامل كما كتشوفوا في هذا النوع ديال القبص الرائع جدا. كيف ما كتلاحظوا الصاله راه جات واسعه وكبيره. وهنا كنلقاو الكولوار اللي كيجمع بيت النعاس والحمام، كاين هنايا الباب ديال لاتيراس والفراش اللي كاين في الصاله هو هذا. كيف ما قلت لكم هذا لابارتمون راه كتباع بالفراش ديالها. الكتاره ولا الطابله ديال الزاج من نوع الخشب الممتاز كما كتشوفوا لوح الشوك. وهنا كنلقاو حتى المرايه نفس الفصاله ديال الطابله والكتاره. هنا كنلقاو بيت النعاس الاولاني ديال العواول، الوسعيه ديالو هي هذه كما كتشوفوا راه جا بيت نعاس واسع وكبير، هاز جوج ديال الكامات ديال العواول وعاد المريوات ديالهم، والسقف ديالو هو هذا. هنا كنلقاو الكاما ديال البنيته بالكوكيتا ديالها، بالماريو ديال جوج بيبان ديالو، وعاد كنلقاو الماريو ديال الكوره حتى هو بالكاما ديالو اللي بالمجوره لتحت. كما كتشوفوا البيت راه جا ضاوي تبارك الله واسع، عاد اللي بغى يدير كاما فوق كاما يعني راه هنايا يتساعوا 4 الوليدات. وهنا كنلقاو الطاقه ديال البيت بالشبيك اللي كتطل على وسط
الطراسة اللي من بعد نخرج نوريها لكم. وكيف ما قلت لكم هذا الابارتمون جات في إقامة بالبشير، فيها 89 متر، جات في الإطاج السادس. كما كتشوفوا الطيقان كاملين راه دايرين في الشبيك ديال الحديد، يعني ما عندكم مناش تخافوا على حساب الوليدات. الطيقان راه سيكوريزي بالنسبه للوليدات اذا بغاو يجلسوا في الطاقه ويطلوا. ودابا نمشيو باش نشوفوا الطراسه الخاصه بهذا لابارتمون. التراسة مولات الدار فرقاتها على جوج، خلات هاد الاسباس اللي ما مغطيشي وهاد الاسباس هنايا غطاتو وعملت ليه زليج بلدي. يعني هنايا كلسة عاود عربية اخرى، كلسة غزال عاود هنايا. سقفاتو بالالومنيوم باش ما كيدخلش الصهد للبيت وما كيدخلش الشتاء لهاد البيت. وعملت ليه كتارة، كانت غادي تفرشو من ملي فكروا انه غيبيعو ووقفات كل شيء. دايره هنايا كتارة بالكوانات ديالو بالطبيلة ديالو، يعني جلسة بهاد لاطيراس رائعة جدا خصوصا في الصيفية وحتى في العيد الكبير. يعني تذبحوا في ديك الاسباس تراسا اللي ما سقفاتوش والواحد يكون جالس هنايا، والله العظيم الى اجواء عائليه تدوز هنايا غزاله. هنا كنلقاو الطاقه ديال بيت النعاس الاولاني اللي وريتكم، وعاد حداه الطاقه ديال الصاله. ودابا نمشيو نشوفوا الكماله ديال التراسا اللي كيف ما قلت لكم مولات الدار ما سقفاتهاش، خلاتها زعما كني على حساب التصبين على حساب الذبيحه ديال العيد. وفرقاتها باب ديال الالومنيوم. هنايا كاين لومبلاسمون ديال الماكينه ديال التصبين مع لومبلاسمون ديال الشوفو. الشوفو حتى هو غطاته بهاد الالومنيوم. عاد هنا كنلقاو كاين روبيني بالنسبه للناس اللي غيبغيو يصبنوا هنايا. هنا كنلقاو الطاقه ديال بيت النعاس الثاني، يعني هاد الاسباس رائع للنشير او للذبيحه، يعني ما عندكم لاش تطلعوا للسطح. ودابا نمشيو باش نشوفوا بيت النعاس الثاني والطواليت والحمام الخاصين بهذا لابارتمون. وهنايا عامله باركي في الارض كما كتشوفوا. قاو الكلوار اللي كيجمع بيت النعاس والطواليت والحمام الخاصين بهذا لابارتمون كما كتشوفوا. الصباغه اللي عاملين في الدار هي هذه. وهنا كنلقاو الحمام والطواليت الخاصين بهذا لابارتمون اللي الوسعيه ديالو هي هذه. كما كتشوفوا كنلقاو الطواليت والبيدي وحداها لومبلاسمون ديال الدوتشا بالبيبان كوديس. السقف ديال الحمام ديالنا هو هذا كيفاش عامل. هنا كنلقاو لافابو بالمرايه ديالو، وهذه هي الدوشه اللي كاينه في هذا الحمام. وهنا كنلقاو الطاقه ديال التهويه، وعاد كنلقاو التواليت ولافابو بيدي. وهنا كاين ماريو ديال باب واحد خاص بالحمام. دابا نوريكم البيت النعاس الثاني اللي الوسعيه ديالو هي هذه كيف ما كتشوفوا. حتى هو راه جا بيت واسع وكبير ومتول تبارك الله. والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. هنا كنلقاو كاما ديال جوج الناس كما كتشوفوا من نوع ممتاز. وعاد كنلقاو لا كومود وماريو كبير ديال جوج بيبان.
وعاد الكوكيتات اللي تحت من الطاقه كيف ما كتشوفوا هاد البيت راه فيه جوج ديال الطاقات. الطاقه الاوليه ها هي بالالومنيوم والزاج والشبيك. الطاقه الثانيه اللي حدا الكامره اللي كتطل على التراسه. ودابا نمشيو باش نشوفوا السطح الخاص بهاد العماره. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الايطاج السادس والعماره راه فيها لي كاميرا دو سيرفيونس. وهاد العماره فيها جوج ديال لي اسانسور وفيها جوج ديال السطوحه وكل سطح بالكاميرا ديالو عليها. قلت نوريكم السطح اللي كل واحد فيهم فيه كاميرا خاصه به. كما كيف ما كتشوفوا جوج ديال السطوحه، سطح على اليمين وسطح على الشمال. الموسوعية ديال السطح الاولاني هي هادي. وعاد فيه كاميرا سيرفيونس هنايا. وكذلك في السطح الثاني حتى هو فيه كاميرا سيرفيونس في هاد الجهة. شفتوا معنا خوتي وخواتاتي هذه هي لابارتمون اللي كتباع بالبشير، جات في الايطاج السادس فيها 89 متر كتباع بالفراش ديالها، مولاتها كطلب فيها 60 مليون. إذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم إلا تتصلوا بنا في الأرقام أسفل الفيديو واللي مكتبة ليه في الرزق واللي غيديها. إذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتيو نجيو نشوفو الديور ديالكم تحطوهم للبيع أو للكرا، مرحبا، ما عليكم إلا تتصلوا بنا في الأرقام أسفل الفيديو وإن شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تعاونونا بجيم وأبوني وبارطاجي. الله يسهل عليكم أخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين، نهاركم بروك.